بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 100 من الكتاب 44، كتاب الدعوات، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، إلى الإمام الترمذي في سنن الحديث 72 بعد 803,000، قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جد اللي هو عبد الله، اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. أدي جد عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فزع أحدكم من في النوم، يعني أصابه كابوس أو شيء من هذا، أو جاله نوبة خوف، قام فزعا يعني خائفا، إما لسبب أو لغير سبب. أحيانا بيجي الإنسان خوف بلا سبب كده، يسموها بانيك أتاك، تيجي خوف كده قبض فجأة بدون سبب، ولا حد خضك ولا في خبر، تحصل عند بعض الناس، أو أحيانا يكون لسبب، شاف كابوس، شاف حاجة، سمع صوت أزعجه فقام مفزوع. يقوم يعمل إيه؟ فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. يبقى الفزعة دي لا تضره خلاص، طالما يقول هذا الكلام: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو، اللي هو راوي الحديث بقى، اللي هو قال عليه جده هناك، وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، يحفظها الأولاد لما يبلغ، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك، يعني حجاب، يعملها حجاب في ورقة كده. يبقى صك دي كلمة فارسية أصلا معربة، معناها كتاب يكتب فيه عهد ما، اللي احنا بنسميها الوقت المصري يقول لك كتب له حجاب، ويكتبوا له في ورقة كده ويطبقها ويحطها ايه في هدوم، يسموها حجاب له. ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. يبقى دي مش تميمة بقى، لأن من علق تميمة فلا أتم الله له، إذا كانت بلا معنى، إنما هنا دي لها معنى، آيات ودعاء نبوي شريف، فهمت إزاي؟ يبقى التميمة هي التي لا معنى لها، يعلق قرن فلفل، يعلق جعران، يعلق حجر، يعلق حتة بصلة قديمة، واخد بالك؟ أو مثلا شبشب قديم يعلقه على الشقة بتاعته، أو حلوة حصان أو حمار. دي تمام، دي مالناش دخل بيها، مالناش معنى دي، فهمت؟ لكن الحاجات اللي هي مكتوب فيها قرآن لا تسمى تميمة، أو مكتوب فيها أدعية شريفة لا تسمى تميمة، فهمت؟ لأن الرسول بيقول: من علق تميمة لا أتم الله له. يبقى دي مش داخلة في التمائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا أصل إيه لفعل الناس طول عمرهم، إنه يجيب لك آية الكرسي ويعملها زي سلسلة ويعلقها ويحطها في جيبه ويعملها، كل دي استعملها الصحابة من لدن الصحابة. يجي لك الوهابية دلوقتي يقول لك: ما فيش داعي للكلام ده كله، ما تفهمش الوهابية دول طلعوا لنا من أي بلد، ولا من أي فهم، ولا من أي حتة، من إشبان أي فهم من هؤلاء، ويدعوا أنهم أهل حديث ولم يقرأوا الأحاديث. ما فيش واحد منهم ختم صحيح البخاري
ولو ختمه ما فهمه، ولو فهمه ما عقله، ولو عقله ما عمل به، لأن لو عمل به ما ظن السوء في المسلمين واعتقد أن كل أمة المسلمين مشركة إلا هو ومجموعته بس. فهمت إزاي؟ العلم اللي يجعلك تسيء الظن بالناس ده علم فاسد. العلم النافع والعلم الذي يجعلك تسيء الظن في نفسك مش في الناس، هو ده العلم النافع. باب. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وممكن تقولها وشركه، الاثنين صح، شركه وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، والحمد لله هذا في حزب الفتح الصديقي في أوراد طريقتنا هذه الأدية. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له أأنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم ورفعه، رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. باب. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والدعاء ده بيتقال بعد التشهد قبل التسليم، الدعاء البكري ده اسمه مشهور بالدعاء البكري، لأن النبي قاله لسيدنا أبو بكر بيقوله بعد التشهد وقبل التسليم في كل صلاة، فتتعود تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، فعند الاستعمال تقول كثيرا كبيرا، لأن في رواية إيه كثيرة وفي رواية كبيرة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني. باب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. شفت المثال بقى، النبي لقى شجرة ورقها جاف في الخريف كده، تبتدي الشجر يتساقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم ضربها بإيه؟ بعصا فنزل الورق. قال قولك الحمد لله وسبحان الله إيه ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار الباقيات الصالحات العظيمة دي اللي بنقولها في الصلوات وبنقولها في دبر الصلوات وبنقولها في الركوع وبنقولها في السجود، والحمد لله على نعمة الإسلام،
كل ده يساقط من العبد ذنوبه كما تتساقط هذه الأوراق من الشجرة، بحيث لا يلقى العبد ربه وليس عليه ذنب. يبقى أمة النبي في رحمة كبيرة. كل المسلمين الحمد لله بيصلوا ويختموا الصلاة وبيسبحوا في الركوع وبيسبحوا في السجود، وطول في الصلاة كلها كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، كل حركات الصلاة فيها التكبيرات وفيها التسبيحات وفيها التحميدات. يبقى أمة النبي مغفورة لها. اعرف دي كويس. لو عايز تشوف حد من أهل الجنة انظر للمسلمين، هم دول أهل الجنة. حتى الملوث منهم بالمعاصي النبي هيشفع فيهم، أو هيتوب قبل ما يموت، أو ربنا هينقيه بعض الأمراض أو بعض المصائب. والحمد لله ربنا يعني إيه مبتلي أهل مصر بمصائب كثيرة عشان يظهر معاصيهم كثيرة برضه، عشان ينظفهم أول بأول، فكلها رحمات. فهمت إزاي؟ يعني أمة النبي هي الأمة المرحومة، اعرف دي كويس. قال: هذا حديث غريب، ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عمارة ابن شبيب السبئي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب. احنا قلنا قبل كده على إثر صلاة الصبح، فاكرين؟ وهنا قايله على إثر المغرب. يبقى الذكر ده تقوله على إثر صلاة الصبح وعلى إثر صلاة المغرب. على إثر المغرب بعث الله له مسلحة. مسلحة يعني بودي جاردز. يعني إيه؟ يعني حفظة. حفظ يحفظه، ادي معنى المسلحه. يحفظونه من الشيطان، يعني المسلحه دي بتبقى ملائكه له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اي بامر الله. يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات. يعني 10 حسنات موجبات، يعني ايه موجبات؟ للقبول والجنه. ومحى عنه 10 سيئات موبقات، موبقات يعني مهلكة مدخلة للنار. وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات، وكأنه أعتق 10 رقاب مؤمنات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة بن شبيب سماعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود، اللي هو إيه؟ الإمام عاصم صاحب القراءة المشهورة. عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. تضع أجنحتها يعني إيه؟ يعني تقف أمام طالب العلم خاشعة من شدة توقيره وتعظيمه لشرف مقصده، بتحييه يعني كأنها تحييه رضا بما يطلب. قلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر شيئا في ذلك؟ اللي هو حديث صفوان. صفوان ده صحابي، زر بن حبيش صاحب قراءة عاصم. عارف عاصم خد قراءته منين؟ من زر بن حبيش، شيخه في القراءة. فزر بن حبيش ده تابعي، راح لصفوان بن عسال بيقول له: انا ايه يعني شك في قلبي كده، ازاي بعد البول والغائط امسح الخف كده؟ لا لازم اقلعه واغسله، يعني مش مستريح للموضوع ده. فانا عرفت انك انت راجل من صحابه النبي، جيت اسالك: هل سمعت شيء من رسول الله في هذا الموضوع؟ فهمت؟ يبقى لما يحدث لك شبهه تذهب للعلماء، مش تروح للفضائيات تسيرها امام الناس وتعتبر ان شبهتك حقيقه من الحقائق.
زي ما بيعملوا دلوقتي ويشككوا الناس في ايه؟ في حقائق دينهم، عشان شبهات طرأت في عقول بعض المفكرين فيعتبر الشبهة اللي طرأت في عقله حقيقة، يعرضها للناس انها حقيقة. طب ما تروح للعلماء يزيلوها من قلبك ومن عقلك. فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لأن الجنابة بتحتاج الغسل، لكن من غائط وبول ونوم لا تنزعها، امسح عليها وتوضأ. يبقى غائط وبول ونوم اللي هي نواقض الوضوء، يعني اختصار نواقض الوضوء، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى اللي هو الحب، يعني العشق، مش بيقول لك انا هويت وانتهيت، واخد بالك؟ في كده عشق شديد بيتملك القلب، واحيانا يكون بلا سبب زي المرض كده. فهمت ازاي؟ ادي الهوى جايه من الهويه، يعني وقعت وما حدش سمع دي. هوى يعني وقع، وهي برضه الهوى. فهمت ازاي؟ يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده اذ ناداه اعرابي بصوت له جهوري. أعرابي صوته جهوري، لأن الأعرابي طول النهار قاعد يسوق في الجمال، فصوته تمام، متعود بيتعامل مع جمال طول النهار، واخد بالك؟ إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته، قال له ها أم، يعني هو بيتنادي بصوت عالي، فالنبي برضه رد عليه بصوت عالي زي نحو من صوته، ها أم، يعني أنا أهو. وقلنا له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. الأعراب مش عارفين الأداب، فالصحابة قالوا له بالراحة. فقال والله لا اغضض، ما وطي الصوت، يعني عايز يسمعهم، والله لا اغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني حب وما طلش، يعني حب قوم وما يحلش يعيش معاهم، كان نفسه يعيش مع القوم دول وما لحقش يعيش معاهم، زي احنا بنحب الصحابة وما عشناش معاهم، بنحب الصالحين ونقرا سيارهم ونقول يا ريتنا كنا قابلنا الإمام الجنيدي، يا ريتنا قابلنا سيدنا عبد القادر الجيلاني، يا ريتنا كنا قابلنا سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، وهكذا. تسمع عن القوم وتبقى مشتاق انك انت تشوفهم وتقعد معاهم. هذه معنى لما يلحق بهم، اما لبعد المسافه في نفس العصر او لايه؟ لاختلاف الزمان. فهمت؟ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، زي ما بنحب الانبياء كده. كل سير الانبياء احنا كلنا نتمنى نقابل الانبياء، ده يوم ما بنشوف نبي في المنام نبقى قايمين نقول خلاص ده احنا بين اولياء. واخد بالك؟ يبقى بنحب نشوف الانبياء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. ربنا بقى يوم القيامة جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هيجمع المحبين مع بعضهم، ما تقلقش. فاهم؟ المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان قبل الشام، خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا، يعني للتوبة، يعني باب التوبة ده مفتوح على طول، ما بتقفلش، ملوش درف، باب مفتوح واسع. فهمت ازاي؟ رحمة كبيرة. حتى تطلع الشمس منه، إذا طلعت بقى الشمس من مغربها هنا بقى انغلق الباب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال بلغني ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. قال قلت انه حكى او قال حك في نفسي شيء من المسح على الخفين،
فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئا؟ قال نعم، كنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أمرنا ألا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال فقلت فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري أعرابي جلف جاف، فقال يا محمد يا محمد، فقال له القوم ما يعني اسكت ما إنك قد نهيت عن هذا، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها هم. النبي بقى ايه رد عليه برضه بصوت مرتفع عشان ايه يعرفه انه انتبه له، لان كان الاعرابي في اخر الموكب والنبي في اول الموكب، مش يستنى بقى لما يقرب للنبي حركات الاعراب. فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال فقال رسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب، قال زر فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يغرغر يعني تبلغ الحلقوم، الغرغرة هنا غا 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 شايف غا غا الغين يعني حرف الغين بيطلع من الغرغرة من الحلقوم يعني، يبقى الغرغرة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يبقى يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. الروح معناها بتطلع من القدم إلى الركبة إلى الفخذ إلى البطن إلى الصدر، تطلع كده بالتدريج حب حب، يعني الإنسان بيموت من تحت لفوق مش من فوق لتحت، فاهم؟ لحد ما توصل بقى لهنا، لو نطق بالتوبة قبل الغرغرة ربنا يقبلها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وعنه به قال باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته، ضالته التي ضاعت منه يعني، إذا وجدها. وطبعا العربي اللي عايش في الصحراء يوم ما تضيع منه دبته في الصحراء معنا مات، لأن عليها زاده وزواده وهي اللي بتنقله وتشيله. الصحراء دي عاملة زي المحيط كده كأنها بحر، لو معكش زاد فيها معناها مت. فتصور انت واحد بقى ضاعت منه ضلته في هذه الظروف وبعد شوية لقاها، يفرح بها قد ايه؟ كأن تردت له روح. فربنا يفرح بتوبة العبد كده كفرح هذا العبد بضلته وأشد كمان سبحانه وتعالى. وفي الباب عن ابن مسعود والنعمان بن بشير وأنس قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي الزناد، وقد روي هذا الحديث عن مكحول بإسناد له عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن قيس قاص عمر ابن العزيز عبد العزيز، قص عمر بن العزيز يعني اللي بيقص له القصص والمواعظ، شغلته كده قاص له.
عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز، عن أبي صرمة، عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم. قال: هذا حديث حسن غريب، لأن مقتضيات أسماء الله تقتضي ظهور أثر لها. فربنا تواب، فلابد اسم التواب ده يبقى له أثر في عبد مذنب يقوم يتوب عليه. فهمت ازاي؟ والا يبقى اسم التواب متعطل. وعلشان كده لو لم تذنبوا ربنا هيخلق لقوم يذنبوا، عشان لا يعطل اسماء من اسمائه ولا صفه من صفاته سبحانه وتعالى. علشان يبين كرمه ويبين رحمته ويبين عفوه ويبين حلمه ويبين ارادته الخير للعباد. لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم، لمقتضيات اسم المغفره الغفور، اسمه التواب، اسمه الرحيم. فكل اسم من اسمائه يطلب ايه؟ مظهره في الاكوان. فهم؟ قال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن محمد بن كعب، عن ابي ايوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال عنه: قال حدثنا بذلك قتيبة، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمر مولى غفرة، عن محمد بن كعب، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا كثير بن فائد، قال حدثنا سعيد بن عبيد، قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يعني لا أبالي بكثرة ذنوبك. طالما بتدعوني خلاص ما فيش كثرة، الكثير عندي قليل، بل الكبير عندي صغير، طالما دعوتني. فهمت؟ يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني العنان هو السحاب، سحاب السماء يعني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يقارب ملؤها، يبقى قراب الشيء ما يقارب ملؤه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب خلق الله مئة رحمة. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله مئة رحمة، فوضع رحمة واحدة بين خلقه، وضعها يعني أظهرها في الأكوان، هذه معنى وضعها، وضعها يعني أظهرها في الأكوان، فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. دي هي ادخرها للآخرة بقى، يوم الحساب. فربنا رحمته واسعة، ولا يأس من روح من رحم الله إلا القوم إيه؟ الكافرون الأبالسة اللي ماشيين على إيه؟ على مذهب إبليس اليائس اللعين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمان وجندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي، وهذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عبد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم